ازاي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظه دمياط، تغطيه لانتخابات نقابه المحاميين هنا في محكمه دمياط الابتدائيه تحديدا في مدينه دمياط. مشاركه من شيوخ المهنه، يعني اوائل الحاضرين كان شيوخ مهنه المحاماه في صناديق الاقتراع، والمشاركه في صناديق الاقتراع ايضا ضد توافد شباب المحامين وضد الاقبال في تزايد خلال الدقائق الماضيه. يمكن من اول من 7 اللجان كان الاقبال ضعيف نسبيا، منذ ساعه الاقبال بدا يكون متوسط، ولكن حاليا التوافد بدا يتزايد خلال الدقائق الماضيه. مشاركه من الشباب المحامين ولكن شيوخ المهنه كانوا اول الحاضرين. الحقيقه يعني كان في النهارده استعدادات داخل لجان محاكم دمياط ومجمعات المحاكم في محافظه دمياط، سواء مدينه دمياط اللي احنا فيها دلوقتي او مدينه دمياط الجديده، مدينه الزرقاء، مدينه كفر سعد، وجميع اللجان اللي تم تحضيرها لاستقبال انتخابات نقابه المحامين كانت جاهزه منذ 9 صباحا. محافظه دمياط تمتلك 9 لجان انتخابيه داخل نقابه المحاميين باجمالي 4700 صوت. يمكن احنا هنا في واحده من اكبر التجمعات او مجمع المحاكم اللي زي ما حضراتكم شايفين داخل اكثر من 2500 صوت هنا في هذا المكان اللي بيضم 4 لجان: بندر دمياط ومركز دمياط في هذا المكان، مجمع محاكم دمياط الابتدائيه. هنكون مع حضراتكم ونتابع اجراءات اليوم واستعدادات اليوم. استاذ ناصر اهلا بيك في اليوم السابع. كل سنه وحضرتك طيب. عايز حضرتك تقول لي عاوز تعليق حضرتك على اليوم والتنظيم. والله اليوم لا باس به، يعني يوم محترم، الانتخابات عادي. اقول لك تعال الساده المشرفين على اللجنه الانتخابيه من الساعه 9 الصبح موجودين. الانتخاب بيتم بحريه تامه، كل واحد يدي صوته بشكل محترم جدا، الجمعيه العموميه هاديه جدا، الزملاء الافاضل موجودين. زي ما انت شايف في كثافه. انا بلاحظ ان شيوخ المهنه اول الحاضرين وكانوا حريصين على الحضور في اول من اول. طبعا شيوخ المهنه دول هم اساس مهنه المحاماه، وعندنا في دمياط في حرص على تواجد اعضاء الجمعيه العموميه والادلاء باصواتهم. دمياط غير اي بلد في الجمهوريه، دمياط دايما نسب التصويت فيها بتكون نسب مرتفعه وعاليه، دي امانه يعني. فمن صباح الباكر زي ما حضرتك شايف كده، لو انت خدت الصوره من بره وانت جاي كده هتلاقي فيه كثافه تصويتيه عاليه جدا، وان شاء الله يوم جميل وعرس انتخابي محترم، وربنا يولي من يصر. تغطية مستمرة من داخل نقابة المحامين دمياط وتوافد المحاميين على تغطية أو المشاركة في الانتخابات. مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. عاوز تعليق حضراتكم النهاردة على اليوم وإزاي تنظيم اللجان ونسب المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أستاذ هيثم، أهلا بسم المشاهدين. هو اليوم بدأت العملية الانتخابية بالنسبة للرقيب على المصريين وعلى أعضاء الجمعية العمومية كلها اجتمعت النهارده للاداء بصوتها. من صباح اليوم كانت العمليه بادئه بالنسبه للاصوات، عشان طبعا حضرتك عارف صوت المشاهدين رمضان والمحامين كلهم طبعا موجودين في الجلسات. بعد الانتهاء من الجلسات زي ما انت شايف حضرتك الجمعيه العموميه كلها مجتمعه للاداء بصوتها اليوم. النهارده احنا هنا في 4 لجان تقريبا، كان نص الاصوات هنا في المكان ده. شايف حركة الإقبال ودور شباب المحامين في المشاركة؟ والله هو دلوقتي حاليا المشاركه الى حد ما كويسه، الى حد ما دلوقتي حاليا كانت من الصباح، بدايه من الصباح كان الوضع لا لسه ما كانش زي دلوقتي، لان كان معظم المحامين كانوا في الجلسات. بعد ما المحامين انتهوا من الجلسات اجتمعت الجمعيه العموميه كلها، والادلاء دلوقتي بالاصوات الى حد ما كويس. هل من المتوقع ان خلال الساعات المقبله يكون في اقبال اكبر؟ الفتره المسائيه كمان، يعني احنا لسه النهارده بنتكلم في ساعتين على الانتهاء من العمليه الانتخابيه،
التصوير لسه ساعتين بتاع على الساعه 5. شايف ان الساعتين لسه فاضلين كمان، هيبقى في اعلى كمان اصوات من كده. انا بشكرك جدا بالكم لقاءنا بالتوفيق. شكرا الامام عزيز مشاهد الشغال والسبع. ما زلنا مستمرين مع تغطيه انتخابات مقابل المحاميين في دمياط. شباب المحاميين بداوا في التوافد على صناديق الاقتراع، وزي ما مع حضراتكم والتواجد عدد كبير من شيوخ مهنة المحامين في محافظة دمياط، كان هو المشهد الأبرز على المشاركة في محافظة دمياط في انتخابات نقابة المحامين. شباب المحامين أيضا بدأوا في التوافد على مقر اللجان الانتخابية اللي تم إعدادها، وعددها 9 لجان انتخابية على مستوى محافظة دمياط. كان معكم هيثم مراد من داخل محكمة دمياط الابتدائية وتغطية انتخابات نقابة المحاميين. أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.